الآن إذا جئنا إلى أي دولة من الدول. Par exemple, là, nous venons dans n'importe pays. نختار مرأة يهودية. Nous prenons une madame qui est juive. ونختار مرأة نصرانية. Nous prenons une madame qui est chrétienne. ونختار مرأة مسلمة. Nous prenons une musulmane. هل يوجد فرق؟ Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux? أو لا يوجد فرق؟ Eh, il y en a pas. أنا أقول لكم مرة أخرى السؤال. نأتي أي دولة نختار اختيار عشوائي. ندخل الدولة. نختار مرأة يهودية. ونختار مرأة نصرانية. ونختار مرأة مسلمة. هل يوجد فرق بين الثلاثة؟ في بعض الدول لا يوجد فرق. صحيح؟ لا تفرق بين المسلمة واليهودية والنصرانية. لكن الأصل عندنا أنه لابد أن المسلمة تخالف اليهودية والنصرانية. تخالف في الاعتقاد. تخالف في القول. Il contredit sa dire dans son parole. تخالف في الهيئة في اللباس في الحجاب في النقاب. Il contredit lui de façon qui est censée de son hijab de son niqab. وبعض النساء تقول لا الإيمان هنا في قلبي. طيب إذا الإيمان في القلب لابد يظهر على الجوارح. لا pas problème. Oui, mon dans le cœur, mais il est important pour lui réfléchir en dehors de vos actions. هل أنت أقوى في الإيمان من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ عائشة رضي الله عنها قلنا لكم كانت تضع حجاب بينها وبين الناس. أمهات المؤمنين الصحابة الصحابيات رضي الله عليهم. بن صحابيات بن مدام صحابة بن مامة بن مدام النبي صلى الله عليه وسلم وصفاري.